سجلت مصالح حماية المدنية اليوم الأحد 14 أفريل 2024 في حدود الساعة منتصف النهار و15 دقيقة حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيجر خط سطيف تندوف على مستوى الطريق الوطني رقم 50 على بعد حوالي 30 كيلومتر عن قرية حاسي خبي باتجاه ولاية بني عباس حوالي 400 كيلومتر عن مقر ولاية تندوف. وأسفر هذا الحادث عن إصابة 37 ضحية لديهم إصابات مختلفة على مستوى الجسم و12 ضحية في حالة الصدمة. تم تقديم لهم الإسعافات الأولية من طرف مصالح الحماية المدنية في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى حاسي خبي لتلقي العلاج، شفاهم الله.